استاذ شيخ في التاريخ العماني هناك ثورات قامت ضد الظلم، والفكر الاباضي يدعو الى 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 نبذ الظلم والى الدفاع عن المظلوم. نعم. ثوره الشيخ الامام المحقق رضي الله عنه. نعم. وثوره الامام السامي رضي الله عنه. نعم. قاموا ضد الظلم، ويعني ما روي عن مواقيله وكيف تعاملوا مع الخصم حينها والقتلى في الأعداد، هل ممكن أن يعني نقيم مقارنة بين تلك الثورات التي قامت ضد الظلم وبين الثورات في الربيع العربي الآن؟ أنا أقصد ليس من الجانب الرسمي أو من الجانب الذي حركها الآخرون الغربيون. استشهد سعادة الشيخ قبل قليل بأن المنظر الأمريكي في جامعة جورج واشنطن يرفض قيام دولة إسلامية. قد تكون هناك بذور لدولة إسلامية، ثورة إسلامية حقيقية خالطها تدخل غربي، تدخل طائفي، لكن هناك بذور بؤدت عن قيام ثورة. السؤال الآن، هل ممكن أن نقارن الثورات في التاريخ الإباضي، ثورة الإمام السامي وثورة المحقق رضي الله عنه، بثورات الربيع العربي الآن من حيث المبدأ وليس التفاصيل؟ الحقيقة أنا في وجهة نظري يختلف، لأن تلك الثورات ثورات داخلية بحتة. يعني إن قلنا بثورة الإمام صعيب بن خلفان الخليلي ومعه اليوم عزة بن قيس والعلماء وكذلك الإمام السالمي، هي ثورات داخلية، يعني هي كانت مطلب شعبي، يعني مطلب شعبي كان الشعب راغب فيها. ولكن أيضا هو ذلك الشعب عندما يعني وجد على أن تلك بعد ما نجحت الثورة وانقلبت إلى دولة، هي ثورة قبل صلاة، هي ثورة ثم تنقلب إلى دولة، يعني انقلبت إلى دولة، وجد الكثير من القبائل أو نفس الشعب ذلك وجد أن هذه الدولة لم تحقق له مطالبه الذي هو يريدها، قد يكون على حق وكانه على باطل. يعني فثار، يعني مثلا اليوم عزة بن قيس، دولة عزة بن قيس من الذي أقامها؟ أقامها العمانيون وغير الأخوة الخارجيين. ومن الذي طبعا أنهى الدولة؟ هم العمانيون أنفسهم. يعني طبعا لأسباب يعني قبلية ربما، لأسباب مثلا يعني، المهم هي كانت أسباب قبلية في الحقيقة، لأن الإمام عزة بن قيس عندما قامت كان ذيك الأيام المجتمع العماني في أوج انقسامه القبلي الهناوي والغافري، في أوج الانقسام، أو ما أقول في أوج، وإنما في استمرار الانقسام الهناوي والغافري. لما قام الدولة عزة بن قيس طبعا من غير قصد، كان اللي تجد أنت حولها مناصروها هم الجناح الهناوي، جاءت القبائل الغافرية فصنفت هذه الدولة بأنها دولة هناوية، إذن لابد على هذه القبائل الغافرية أن تتحالف وأن تقف موقف طبعا من 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 دولة من دولة عزة بن قيس. أنت تجد عزة بن قيس مثلا من مناصري، تجد القبائل الغافرية، العلماء اللي عنده الذي ينتمون على القبائل الهناوية، العلماء اللي عنده كانوا ينتمون على القبائل الغافرية مثلا الهناوية. فإذا جاءت القبائل الغافرية قالت والله هذه دولة هناوية، لا سيما وان دوله عزة بن قيس، انا قلت في الحقيقه من غير تجني عليه، ان استعملت اسلوب الشده اكثر عن دوله الامام سالم بن راشد لما قامت. يعني دوله الامام سالم بن راشد وازت ووازنت، ثم انه اشترك في اقامتها الجناحان القبليان الكبيران هنا والغفر، فما عندهم كانت تلك الاشكاليه. دوله عزة بن قيس اللي حاط بها مثلا من القبائل، مثلا حنا نذكرها قلنا ليس عيبا، مثلا تجد مثلا صالح عزة بن قيس مثلا يعني آل سعد وبنو غافر محسوبين على القبائل الهناوية، الشيخ صالح بن علي الحارثي وهو الركن الركين في الدولة عنده القبائل الهناوية، الحرث وآل وهيبة والحجريين وغير ذلك، الشيخ سعيد بن خلفان مثلا عنده بنو رواحة. يعني هذه قبائل في الحقيقة، هذا ليس سبا طبعا وليس يعني افتئاتا، هذه قبائل هي قبائل هناوية. جاءت القبائل الغافرية قالت هذه دولة هناوية ونحن ما نريد الدولة، صارت هناك المكاتبات، لا سيما وان استعمال بعض طبعا الشدة تجاه بعض الزعماء يعني الغافرية.
فراحت هنالك يعني كالسيابيين هم قبيلة غافرية، بني بوعل قبيلة غافرية، بني ريان قبيلة غافرية، فجاءت القبائل الغافرية هذه واتحدت للإطاحة بدولتهم عز بن قيس باعتبارها أنها محاطة بالقبائل الهناوية، فهي ثورة كانت قبلية. فلذلك أنا هنا نقطة راه وحدة، أنا شخصيا لا أعطي الصراع بين الأئمة والقبائل بعد ديني، أنا أعتبره بعد قبلي فقط، بعد قبلي، ولا حتى ما قد يكون سياسي لكن في إطار قبلي. أنا ما أعتبر أن هذه القبائل بوثارة على أي إمام، سواء عز بن قيس، الإمام سالم، الأئمة اللي قبلهم، لا أعطيهم البعد الديني، لأن البعد الديني شيء خطير. فلذلك والحمد لله في التاريخ العماني لم تكن هنالك يعني إن صح التعبير مثلا انتقامات إلهية، انتقامات إلهية من الثائرين على الأئمة، لأن أساسا ما ثاروا على أساس بعد ديني، ثاروا على أساس قبلي. القبيلة فكرت على سبيل المثال القبائل اللي موجودة مع الإمام، أي إمام كان ما ذكر عنها معين، والقبائل التي تعارض في النهاية مستواهم الديني وتوجههم الديني والعبادات سواء، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يعلم القرآن وهذا يعلم القرآن لأولاده، هذا عندهم مساجد وهذا عندهم مساجد. لو جيت في الحقيقة يعني وأمت بين القبائل اللي هي مع الأئمة والقبائل هي ضد الأئمة، تجدهم كلهم مشتركون في الحقيقة في التوجه الديني، يعني تجد عندهم المدارس، عندهم المساجد، عندهم كذا، يعني ما عندهم هذه الكفر وشركيات وذيلها عندهم إيمان وإسلام، لا، في النهاية هم مشتركون، يبقى قضية القيادة فقط، قيادة في الدولة إن يكون من علماء الدين، وقد يكون يعني ليس كل علماء الدين أيضا مشتركون في إقامة الدولة. فهذا يعني فاللي أقوله على إنه الثورات أو إقامة الدول في التاريخ العماني هي مطلب شعبي، إرادة شعبي بدون تدخل خارجي. سعد الشيخ بريطانيا تدخلت ضد الإمام عز بن قيس، لا هذيك عدم اعتراف، ما تدخلت في الإطاحة به، يعني وقوفها لا لا هذاك موقف سياسي من حقها أي دولة توقف. لو مثلا سعد لو فضلا لو مثلا جاءت دولة عربية أيضا وقفت موقف ضد من دولة الإمام مثلا وقفت مع الإمام هي هي بس لكن افتتاح مكاتب للإمامة في أقطار عربية مختلفة هي لكن هي لكن, هي لكن في العيب يعني سعد لكن في الحقيقة أقول لك أنا ليست يعني على أساس إنه هذاك هو تدخل، هذا موقف سياسي. بريطانيا قالت هذا عفوا سعد الشيخ ايه؟ تدريب المقاتلين في العراق، مقاتلين الإمامة تتم تدريبهم في العراق والسعودية والأسلحة، هذيك عن مواقف سياسية حديثة، هذه عادة تختلف تعتبر وضعيتك ظاهر، لأن هنا هم قالوا في دول في دول خارجية ساعدت ودول خارجية ساعدت، لكن هذيك في ظرف تاريخي بسيط. أنا أتكلم عن تاريخ عماني ممتد لأكثر من 1400 سنة. صح.